مع عالمنا الجليل أستاذنا الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الحافظ وكيل كلية أصول الدين، فجزاه الله عنا خيرا وليتفضل مشكورا يبلغنا ويسعدنا بسعادة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذكر سيرته الأفضل. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. العجيب أننا نبرر الاحتفال بمولد الشريف وندافع عن المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وندافع عن الذين يحتفلون بهذه المناسبة. العجيب أننا من شدة العجب ومن أشد العجب أن نبرر هذا. دائما الحق والخير يحارب، حتى الحق نفسه كما أقول دائما أرد على من يقول وخاصة في الكرة يقول لك ما حدش يزعل من الحق. في الكرة يقول لك ايه؟ الحق ما حدش يزعل منه. فأنا بقول لهم من هو مين اللي عم يزعل؟ هو في حاجة يزعل منها الإنسان إلى الحق. ما الباطل سهل قوي، يعني أنا ماشي في الشارع وسلمت 10 جنيه واديتك 5 منهم هتزعل. إنما الحق ده ما بيزعل، هو الحق اللي عم يزعل. وإذا كل نبي يأتي إلى الأرض يحارب وقل لا سلكم علي رجلا ومع ذلك يحارب، دايما الحق يحارب. الناس عاوزين يحرموا الناس من جلسه في بيت الله، من جلسه في مكان يذكرون فيه رب العباد ويذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحلفكم بالله عز وجل كل واحد منكم أليس في كل قلب من قلوبكم سرورا؟ في كل قلب مننا سرور في هذه الجلسة. مش كل واحد منا استراح؟ يا أخي كفاية إن استرحنا ساعة، هذه الساعة استرحنا بعيدا عن الدنيا وبعيدا عن هموم الدنيا. يكفي ذلك. أنا والله لما ساح الناس في كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنت أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة التي قل أمثالها في أرضنا وخاصة في مصر التي تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلتها بين في دول الخليج من المتشددين والوهابيين وما إلى ذلك. كنت أقول لهم نحن نحب رسول الله، المصريون عندهم عشق لرسول الله، هذا العشق يجعل المصري حينما يدعو لأخيه يقول إن شاء الله تزور النبي، ويعنون بذلك الحج. الواحد عشان يدعو لك عشان تحج يقول لك إن شاء الله تزور النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه جعل الحج زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عجبا، ليس عجبا أن كل زيارة الله عز وجل أعدها لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم محبوب عندنا، قلت له محبوب عندنا لدرجة الإنسان لما يخلف ولد في الصعيد يسميه محمدين. ليه يسميه محمدين؟ خايف ما يخلفش ولد تاني فيسميهم محمدين بالمرة، والتاني يسمي حسنين
وسيد النبي لم يكن مولودا في بلادنا، لكن احنا احببنا النبي اكثر من اهل مكه الذين طردوه من مكه. صلى عليه صلى عليه. وقلتها صلى عليه. وقلتها صلى عليه. اللهم صل عليه. صلى عليه. اللهم صل عليه. صلى عليه. احبوه صلى عليه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا كنت ساستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعيش مع شيخ موضع، هذا الموضع أودع الله فيه كل خير، أودع الله فيه ما لم يوضع في غيره في الكون، مما هو نافع للأكوان ما عدا الله عز وجل. أوضع الله فيه كل خير، هذا الموضع الذي أنا سأزوره وسنعيش معنا جميعا، سنعيش معا في هذا الرحاب الطاهر الطيب العجيب، شيء محدش يتكلم عنه وحده. هنعيش النهارده مع شيء غريب جدا وعجيب جدا ولم يتكرر في الكون. هنعيش مع قلب النبي، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، القلب بس، أنا عاوز قلب النبي فقط، النهارده قلب النبي. قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم أكرم قلب، وأرحم قلب، وأطيب قلب، وأطهر قلب، وأقوى قلب من بين قلوب العالمين. هذا القلب العجيب، قلب النبي الذي حمل رحمة الله للعالمين، ولا يدرك ذلك من يسمع قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هم العالمون؟ العالمين مين؟ من هم العالمون؟ هم ما عدا الله عز وجل، ما عدا الله ليه؟ العالمون مع الله كلهم نالوا من الرحمة التي وضعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحمل قلب ما حمله قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القلب الذي كرمه الله عز وجل، والذي شقه أربع مرات، شق أربع مرات قلب النبي صلى الله عليه وسلم بيد القدرة، وشق وغسل بماء زمزم، وملئ حكمة وعلما ورحمة. شوفوا قلب أربع مرات يتشحن بعلم ورحمة وحكمة وقوة، لأنه أقوى قلب، أقوى قلب، أقوى من الكون كله، لأن الله عز وجل حينما أنزل القرآن أنزله على هذا القلب، فقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والكل ثقيل ده نازل عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل على القلب، الكل الثقيل نزل على القلب، ثقيل مين يتحمله؟ ما يتحملوش الا قلب النبي. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. يعني القلب الذي تحمل ما لم تتحمله الجبال، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلب ده بيوزع الرحمات على العالمين، على الإنس والجن والملائكة. لما قال على العالمين والعالمون هم، من هم العالمون؟ حتى إن سيدنا جبريل عليه السلام، يقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى:
التي مستك أنت، أوصلت إليك الرحمة يا جبريل؟ فقال والله يا رسول الله، يا رسول الله كنت أخشى العاقبة فألمت. لما ربنا قال لي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قبلها كنت أخشى العاقبة، كنت أخشى العاقبة، ولكن لما نزل عليك قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أمنت يا رسول الله، أصبح عندي أمن، استراح قلبي بعدما نزل قوله تعالى وما أرسلناك إلا، هذا جبريل، هذا جبريل سيد الملائكة ورئيس الملائكة، يقول استفدت من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نزلت على قلبه حتى أمنت من عذاب، أمنت وأصبحت في أمن، أصبحت في أمن، ونحن في أمن ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان جبريل أمن، إذا كان جبريل أمن وانتشر في قلبه الأمن، أنا ينتشر في قلبنا نحن وفي قلوبنا نحن الأمن من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي منحها من الله عز وجل. هذا القلب الطاهر النقي، إن الرحمة بتاعته غريبة جدا، لأن رحمته كل الأنبياء مدت عليهم الرحمة لقومهم، ولكن رحمة رسول الله للعالمين، خلوا بالكم الشيء العجيب، والعجيب من ذلك بشهادة الله عز وجل، أنا لا آتي بشيء من عندي ولا بأحاديث أحد يعترض عليها ولا بكلامي شعراء، إنما أقول لكم بشهادة الله عز وجل، الله عز وجل يقول إن قلب النبي، قلب رسولي، قلب النبي، قلب حبيب شديد. ولذلك تحمل القرآن الذي قلت إنه قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بشهادة الله عز وجل، شهادة الله عز وجل الذي لم ينزل القرآن على الجبال خشية على أن الجبال لا تتحمل، إنما أنزله على قلب رسوله، هذه شهادة الله عز وجل، شهادة الله ليست استنباطا وإنما شهادة صريحة من الله عز وجل، شهادة صريحة من الله على أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم حمال قوي، شدة الرحمة، ونزل القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القلب الذي اختص بأكبر نعمة من نعم القبر، من نعم القبر، وهو كلام الله عز وجل الذي نزل كل نزل كله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على القلب ولم ينزل على الأذن، إنما نزل أولا على قلبه صلى الله عليه وسلم، وهذه غريبة وعجيبة ولم ترد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب العجيب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما الناس عادوا سيدنا جبريل عليه السلام قال لهم بتعادوا جبريل ليه؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، كان بتعادوا حبيبي، بتعادوا جبريل الذي نزل بالقرآن على قلب حبيبي، لا ينبغي لكم أن تعادوا من نزل بالقرآن على قلب حبيبه. كل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يقول لهم كيف تعادوا جبريل؟ ده جبريل محترم عندي، الله عز وجل ده أنا بكرم جبريل، فكيف تعادون جبريل الذي نزل بالقرآن على قلب حبيبه؟ القلب ده قلب الرحمة كلها، حتى الشيء العجب إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له خفف شوية من الرحمة، ربنا نفسه سبحانه وتعالى بيقول للنبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بيقول له خفف منها لأن المنافقين والكفار، اخلص شوية، يطلب منه ايه؟ يخفف الرحمة شوية كمان، يقول ايه؟ واغلظ خليك غليظ شوية على المنافقين، لأن الله يعلم سعة الرحمة بتاعت النبي، لأنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
شد شوية على المنافقين. لكن هناك عند سيدنا موسى وسيدنا هارون يقول لهم لا شد شوية، فقولا له قولا لينا، هات شوية رحمة عنه. خلي بالك بيطلب من سيدنا موسى وسيدنا هارون ايه؟ هات رحمة عنه من عندهم شوية. يعني بيطلب منهم الرحمة، وبيطلب من النبي خفف الرحمة، لأن النبي رحمته بلغت الكمال والتمام. صلى الله عليه وسلم وبه رحمنا الله عز وجل. نعم. واصطفاه ربنا عز وجل لينفعنا نحن. ولو احتفلنا بالنبي كل ليلة وكل وقت وكل ساعة. يا معاشر السادة، ليس الاحتفال بالنبي فقط، ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جاءه الرجل وقال له أذكرك يا رسول الله تصلي عليك يوم كذا كذا، قال له طب أكتفي بالصلاة عليك بذكر الله، قال يكفيك أن تصلي علي فقط بذكر الله. لو أنت استمريت تصلي على النبي فقط يكفيك بذكر الله عز وجل، لأنك لا تذكر، لأنك يا أخي لا تذكر الرسول ولا تصلي على الرسول إلا لأنه رسول الله. ما أنت بتصلي على رسول الله لأن بالنسبة لله، لأن صلاتك على رسول الله، لأن صلاتك على رسول الله ذكر لله طبيعي. مش احتفالك يوم ولا يومين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لك أن تنسى رسول الله أبدا، لأن رسول الله ربنا قد رسول الله قاعد فيكم على طول. رسول الله قاعد فينا موجود معانا في كل وقت وحين. يعني انت لما تشرب لازم تعرف ان الرسول قال لك تشرب كيف، لازم تتذكر رسول الله في كل عمل تتذكره، في كل عمل تتذكر رسول الله، ولا تنسى رسول الله طرفة عين ولا اقل من ذلك ولا اكثر، لان نسيانك لرسول الله نسيانك لدينك، لأن دينك هو رسول الله، هو الله ورسوله، هو الله ورسوله. القلب النبي، أنا أقول لكم عن القلب، أنا في القلب ده العجيب، القلب الذي لا يخاف، القلب الذي لا يخاف إلا من الله عز وجل، القلب الذي لا يخاف، القلب الذي لا ينام، ده قلب النبي ما ينامش. كل قلوب العباد تنام إلا قلب سيدنا النبي، وقلب قلوب الأنبياء لا تنام. شوف ما تنامش أبدا. ولذلك سيدنا النبي إيه؟ سيدنا النبي نام الليل كله وبعدين يصحى يصلي الفجر بدون وضوء. لأنه ما بينامش. يا رسول الله كيف نمت وما اتغطتش؟ يقول والله نامت عيني وما نام قلبي، لأن قلب النبي لا ينام. شوف القلب الذي لا ينام ليه ما بينامش؟ حاضر مع الله عز وجل في كل وقت وحين، في كل وقت وحين. وبعدين الكلام ده مش من سيدنا النبي، ده ربنا عم يقول له انا عارف الحكايه دي وانا اعلم بيه وكل الناس كلها، كل الكون كله ان انا ما بنامش، وكل الكون كله ان انا كل اللي بيك يا رب، كل الكون كله. الله يقول للنبي قل لهم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل لهم كل حاجة أنا لله، كل لله، نومي لله، يقظتي لله، عملي لله، حركاتي لله، جسمي لله، النبي كله لله، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. قل لهم كده، وهذا كلام ربنا. كلام ربنا بيقول قل لهم كده على أنك كده أنت مش واخد بالك، كأنه يقول أنت مش واخد بالك، ده أنت كذا وكذا. وكل الناس جميعا وكل مخلوقات الله في كل الكون قل لهم انا محمد، انا سيد الاحوال، انا ذكري مستمر، انا حضوري مع الله مستمر، لا انسى الله طرفة عين لا في النوم ولا في اليقظة. هذا سيدنا رسول الله الذي كان اذا قيمت الصلاة نسي اهله. شوف سيدنا النبي الذي لا ينسى، اذا اقيمت الصلاة نسي اهله. ايوه احلى حبيبه، انت لما تكون قاعد مع الحبيب ما تنسى الناس اللي حواليك، هو اول ما يسمع حي على الصلاه حي على الفلاح ينسى اهله صلى الله عليه وسلم، ينسى الدنيا كلها. حينما يعني شوف الفارق بين سيدنا النبي من صغر قلبه صلى الله عليه وسلم، حتى في صغر القلب حتى قلبه هو صغير صلى الله عليه وسلم، لما كان يسمع المزمار ينام سيدنا النبي.
مفيش حاجه سمعها الا ذكر الله، الا الله عز وجل والا الحضور مع الله عز وجل. شوف قلب لا ينام، قلب شديد قوي، قلب هذا القلب الحمام، القلب اللي فيه بيوزع الرحمه على العالمين، يوزع الرحمه، مطار منزل الرحمه فيه، ينزل فيه تنزل فيه الرحمه، وينزل فيه القران الكريم الذي متعنا الله به ونفعنا به، وهو الذي سيخرجنا من هذه الدنيا الى عالم الله عز وجل، الى جنه عرضها السماوات والارض. هذه نبذة أنا أدخلتكم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم أعلم مني، وابحثوا في قلب النبي واعلموا أن كل الخيرات في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين اكرمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين كما أكرمت رسولك صلى الله عليه وسلم بنا، كما أكرمت رسول الله لنا، وكما أكرمته وأعطيته إيانا، اللهم يا رب العالمين أكرمنا به ولا تحرمنا منه طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. اللهم إن رسولك حبيبا، اللهم إن رسولك حبيبا لنا وحبيبا لنا، وأنت يا رب العالمين، وأنت يا رب العالمين حبيبنا. اللهم لا تحرمنا من أحبابنا الصالحين الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين رضيت عنهم في الدنيا وترضى عنهم في الآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا وصل رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا في دائرة رحمتك وفي دائرة رحمة رسولك صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين، واجمعنا معه في كل وقت وحين، ولا تحرمنا من عبادك الطيبين الطاهرين، وطهر قلوبنا ونقنا واغسل قلوبنا يا رب العالمين بالماء والسلف، واجعلنا من عبادك الذين رضيت عنهم ورضوا عنك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.